جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا خصصناها لهذا اليوم للأخبار المنوعة، والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي نقرأ منها: اشعل سيجارتك بهاتف آيفون. بات في وسع مستخدمي هاتف آيفون تركيبة ولاعة تتمتع بقدرات تفوق نظيرتها التقليدية في أمور شتى. يبلغ ثمن الولاعة 15 دولارا وتأتي على شكل شريحة في حافظة مخصصة لهاتف آيفون. من اليوم السابع المصرية اخترنا لكم مشاهدين ثلاجة ذكية متحركة قادرة على إحضار الطعام والمشروبات. كشفت إحدى الشركات التكنولوجية عن ثلاجة جديدة صغيرة الحجم قادرة على الحركة من مكانها لتوصيل الطعام والمشروبات للمستخدم بكل سهولة، إذ ترتبط الثلاجة الذكية بقاعدة بيانات توفر لها التفاصيل والمعلومات عن كل محتوياتها من الداخل. وصحيفة البيان الإماراتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: المغنيسيوم لعلاج ارتفاع ضغط الدم. جاء في تفاصيل الخبر: خلصت دراسة جديدة أن مرهم المغنيسيوم يعالج ارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز مستويات المعادن في الدم. وختاما من النهار اللبنانية: العثور على جثة محفوظة تعود إلى أكثر من 300 سنة تقريبا. اكتشف علماء بناء في الصين نعشا محفوظا يعود إلى قرون من الزمان في قرية شينزوهو في مقاطعة هونان في الصين.